نظمت وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط حفل تسليم أوسمة ملكية لفائدة عدد من أطر وكالة المغرب العربي للأنباء اعترافاً بالخدمات الجليلة التي قدموها للوكالة. وبهذه المناسبة هنأ السيد خليل هاشمي الإدريسي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء الحائزين على الأوسمة الملكية، مؤكداً أن الأمر يتعلق بتكريم جد مستحق بعد سنوات من العطاء داخل الوكالة. بالمناسبة أقول لزملائي في الوكالة أننا سنشتاق لهم، لأننا اشتغلنا لمدة سنين سويا. كما أقول لهم إن التقاعد الصحفي لا يعني أنه تقاعد بالمرة، بل هو تقاعد إداري فقط، وأن الصحفي له رسالة عليه أن يتممها إلى غاية أن يقرر هو بنفسه أن يرتاح. وأشار المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة إلى أن هذا الحدث يتزامن مع إطلاق الوكالة لمجلة شهرية جديدة للأخبار العامة تحت اسم باب، وكذا إطلاق موقع أرشيف الوكالة mapparchive.ma، وهي منصة مخصصة لتسويق أرشيف الوكالة مكنت من رفع تحدي أرشفة إنتاج المؤسسة. Toutes les archives de la MAP sont dans un site qu'on lance aujourd'hui même, maintenant, et qui s'appelle maparchive.ma. Il y a هذه الأرشيفات تتضمن مجموعة ما أنتجته الوكالة، والأمر يتعلق بما يقارب 3.9 مليون قصاصة، من بينها مليون قصاصة تمت رقمنتها. وهذه المنصة هي ثمرة سنوات من التفكير والاجتماعات، والقيادة مكنت من رفع تحدي أرشفة إنتاج وكالة المغرب العربي للأنباء. vaincre ce défi de comment archiver sa production. وأوضح السيد الهاشمي الإدريسي أن هذا الموقع الإلكتروني يضع بين يدي الباحثين والمحررين والصحفيين والجامعيين منجما من الأخبار والمعلومات، مشيرا إلى أنه سيتم وضع جهاز للزيارة والاستكشاف كخطوة أولى بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.